تاخد، وللنساء نصيب مما ترك، ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها، خالدا فيها، وله عذاب مهين. ده كلام الله. احنا بقى هنقعد نبرر، هنقعد بقى نفبرك، اصل انت مش واخد بالك يا اخويا، خليك انت اللي واخد بالك، انما ربنا بيقول كده اهو، ربنا ده كلامه اهو، تروح منه فين؟ عايزين نعترف بغلطنا، ما نبررش غلطنا. اللي بيبرر غلطه هو الكافر، اللي بيبرر غلطه الشيطان، اللي بيبرر غلطه المنافق. وده موضوع تاني بس مش عايز اقوله عشان ما بقاش خرجت عن موضوعي، انما انا بتكلم في القرآن كلام الله. لما نقعد نقرأ كلام الله لازم ننفذه، لازم نطبقه. يا ايها الذين امنوا، نعم يا رب، اطيعوا الله، ادي سورة النساء القرآن، واطيعوا الرسول، ادي السنة، واولي الامر منكم كم 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 يا مؤمنون. مين اولي الامر؟ من المؤمنين او العلماء. فان تنازعتم في شيء، لما نختلف على مسألة، فردوه الى الله، ادي القرآن، والرسول، ادي السنة، إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. إذن القرآن مش عمال بس أنا أندر طب ما الكمبيوتر حافظ القرآن أحسن مني ومنك؟ ما القرآن كله دلوقتي على سي دي قد كده محفوظ ويتقال بالترتيل كمان، إنما التنفيذ، تنفيذ العمل بالقرآن، العمل ده اللي ينقصنا النهاردة. إن الذين آمنوا، كلنا بنقول آمن وأنا مؤمن، ها فين؟ وعملوا إيه؟ الصالحات. يبقى أنا النهاردة عشان بقرأ القرآن لازم أطبقه، لازم أطبقه. وأنا ضربت مثل بسيط بسيط جدا جدا، إن الناس النهاردة قاعدين يقروا في القرآن ويعيدوا فيه ويختموه، ومفيش واحد بيوزع ميراث أبوه، اللي واكل ميراث أبوه على أخواته، واللي ما بيديش أخته أخواته البنات، واللي طب هو مثل تاني. ربنا سبحانه وتعالى بيقول إن الذين يأكلون أموال اليتامى إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. مش دي في سورة النساء برضو في أول سورة النساء؟ طب تعالى شوف عندنا، يموت الرجل من هنا ويتعمل له شادر، أنا بتكلم في مصر بقى، ده شغلنا في مصر، شادر يتكلف كام ده؟ أيام ما كنت أنا هناك من 10 سنين كان بألف بقى وحاجة، شوف النهاردة بكام شادر. وشيخ يقعد يقرأ وبيقرأ الآية دي إن الذين يأكلون أموال اليتامى. طب فلوس الشادر وفلوس الشيخ وفلوس الشاي والقهوة اللي بتتحط دي من مين الفلوس دي؟ ها؟ من أموال اليتامى. مش الراجل لما مات 7 عيال أهدي فلوس العيال اهي. ليه بتعمل كده؟ اللي عايز يعزي يجي يعزي في البيت ويقعد، يعني نحط كراسي في البيت، سلام عليكم بقال الله عظم الله وأجرك، توكل على الله، هي مش قاعدة، انت بتعزيني وخلاص. واصلا اللي عايز يعزيني بيجي يحضر الجنازه، هو ده تجهيز الميت 4: الغسل، الكفن، الصلاه، الدفن، بس خلاص. بعد كده العزاء بتيجي تعزي بعد كده، وهكذا. لو دورت على حاجات كتير في القران قاعدين نقراها وتعالى بننفذها ولا لا، انا عايز اتكلم عن نقطه مهمه جدا في 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 تنفيذ القران دي. الله يرحمه ويحسن اليه، كان اعز الاخوه بالنسبه لي كان اسمه مصطفى محمود، الله يرحمه ويحسن رحمه واسعه يا ربي، وكان حبيبي جدا جدا جدا. فمره رحت ازوره فبخبط على الباب، انا طبعا واخد عليه جدا جدا يعني، فسلام عليكم وبتاع، سلام ورحمه الله وبركاته، ازيك يا ولد، ازاي حالك وبتاع، فانا مستنيه يقول لي خش ادخل، فما قاليش الحقيقه، فضلت واقف شويه كده. وبعدين ايه، الله يا انت الذوق دي، ما تخلي عندك ذوق يا اخي. وبتقال لي ارجع. هو على فكرة أول مرة وآخر مرة أنا سمعتهاش من حد تاني يعني، فلقيته بيقول لي ارجع ارجع ارجع. أنت عبيط يلا؟ قال لا لا، ومربي لي دقنك وعامل لي شيخ، بقول لك ارجع ارجع. أذكرك بالآية؟ قلت له أنا عارفها فكده طبعا، سورة النور. يا سلام، وحافظ كمان سورة النور. طيب ما تسمع الكلام، ارجع. طيب حاضر. مشيت وماشي في الشارع، الله لا يوريك دماغي دي عمالة تجيب وتودي، الله ايه اللي حصل ده مش عارف. طب هو بيقول لي ارجع، طب ما الآية بتقول وان قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو ازكى لكم. ايوه انا حافظها. طب لما انت حافظها ما انت زعلان من ايه؟ ايوه بس بص الهبل بقى، بص الشيطان بقى، بس يا اخي المثل بيقول لقيني ولا تغديني. انا بقول الراجل بيقول لي قرآن وانا اقول مثل، ايه الخلاصه؟ تاني يوم ايه يلا اللي انت عملته ده خير،
ايه ارجع دي؟ قال لي والله انا اقول لك على حاجه، انا الله يرحمه ويحسن اليه يا ربي، انا كنت قاعد اقرا في المصحف فبقول لنفسي انت طبقت الكلام اللي انت بتقراه ده، انت عمال تختم فيه وتختم فيه وتختم، طبقته؟ فقلت طيب اعمل ايه؟ اشوف كل حاجه بقراها اسال نفسي عملت ولا ما عملتش؟ ها؟ فاقيموا الصلاه عملت، اتوا الزكاه طب كتب عليكم الصيام وان قيل لكم ارجعوا فارجعوا، ما عملتهاش. انا عايز اعملها علشان القى الله في الاخره واقول له يا ربي كتابك ده كلامك ما نفذتهوش ما عملتوش، انا عايز اطبق اللي في القران كله، يبقى انا عايز اطبق الايه دي. هطبقها مع مين؟ مفيش الا وجدي الله يرحمه رحمه واسعه يا رب. لكن شوف المعنى وهو عند الله دلوقتي، شوف المعنى. يا ريت لو كل واحد فينا كده هو بيقرا يقول عملت، لا لسه اعمل عليها خط دي، استنى استنى روح اعملها، روح نفذها، روح طبقها. هذا هو القران كلام الله تبارك وتعالى اللي احنا فرحانين بيه واللي بنقراه في رمضان واللي بنختمه في رمضان. نتوقف عند هذا القدر ونستكمل في الحلقه القادمه ان شاء الله. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.